في التحليلية من الميادين، الرئيس الأفغاني يقول شعبنا يتعرض لهجوم أساسه الفتنة، ومسار الدوحة للسلام كان مسارا للضغط على الحكومة. إجماع أفغاني على الفشل الأمريكي ومسؤولية واشنطن عن تنفيذ انسحاب يؤسس للفوضى. الإعلام الإسرائيلي يكشف عن مشروع اقتصادي كبير للسعودية في إسرائيل. لماذا تنخرط السعودية في خطة اعتماد إسرائيل حجر الزاوية الاستراتيجي بين أوروبا والشرق الآسيوي؟ الفن في خدمة القضايا الوطنية والقومية التزام في طريق لا بد فيه من دفع الثمن. الفن المقاوم مقاومة لا يقوده إلا مناضلين أحرار، فهو العطاء بلا حدود والفكرة بلا قيود. وفي قضية اليوم، حزب الله يصف المتورطين في كمين خلدي بالعصابات والقتلة، ويدعو الأمن اللبناني والقضاء لمحاسبتهم وحماية أرواح المواطنين. كيف أصبح سلاح قطاع الطرق عصيا على الدولة، وكيف تسمح باستباحة دماء مواطنيها؟ إذن اتهم الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني حركة طالبان بإثارة الفتن من خلال الإصرار على الحرب وعدم الدخول في مفاوضات جادة، كما انتقد مسار الحوار في الدوحة والذي منح طالبان مشروعية دولية، وأكد غني ضرورة تغيير المعادلة الأمنية خلال 6 أشهر حتى تضطر طالبان إلى الحوار. تقرير لمحمود واثق. جلسة استثنائية في ظروف غير اعتيادية، الرئيس الأفغاني أشرف غني ومن على منصة البرلمان يستعرض خطته الأمنية في مواجهة هجمات طالبان المتكررة نحو مراكز المدن، وبلهجة التصعيد يتعهد لأعضاء البرلمان بتغيير المعادلة في الميدان حتى ترضخ طالبان للسلام وصفه بالعادل. اتخذنا خطوات جريئة وشجاعة وقدمنا تنازلات مؤلمة في سبيل تحقيق السلام، لكن مع الأسف فسر ذلك أننا ضعفاء. لم نكن كذلك، بل كنا نريد سلاما حقيقيا، لكن الطرف الآخر أصر على القتال وعليه تحمل تبعاته. يصف الرئيس الأفغاني في خطابه مسار المفاوضات في الدوحة بالناقص والذي منح مشروعية سياسية لطالبان، متحدثا عن ضغوط مورست على الحكومة الأفغانية، ويؤكد أن الطريق نحو سلام حقيقي يجب أن تكون بقيادة أفغانية. وبلغة التهديد والتصعيد يتحدث الرجل عن التجيش وتشكيل صحوته لمواجهة حرب يقول إنها الأعنف على بلاده. أقولها بصراحة واضحة، إن طالبان لم تتغير، بل صارت أكثر توحشا وفتكا بالمدنيين وتدميرا للممتلكات العامة. نحن اتخذنا قرارنا وعلى طالبان وحلفائها اتخاذ القرار. لن نسمح لمدرسة دينية في باكستان أن تقرر مصير بلادنا وتحدد لنا مستقبلنا. البرلمان الأفغاني بغرفتيه الذي لطالما انتقد الرئيس بتهميش دوره يؤكد في بيان أن البلاد تمر بمرحلة حرجة وصعبة، وعلى جميع الزعماء دعم قرارات خطوات الرئيس لتثبيت الاستقرار في البلاد. أعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لتحقيق السلام، لكن يجب أن تدرك طالبان خطورة الموقف والوضع أولا. لا يمكنها السيطرة على البلاد، ولا سبيل إلا الجلوس إلى طاولة المفاوضات وطرح جميع القضايا على الطاولة. وبعيدا عن قبة البرلمان، تبقى جبهات القتال مشتعلة وسط قلق متزايد في الشارع حول المنح الخطير الذي تسير إليه بلادهم. تصعيد عسكري يترافق مع لغة تهديد يتبادلها طرفا الصراع، لتبقى العباد والبلاد يدفع فاتورة يومية لحرب تبدو فصولها طويلة. محمود واثق، كابل، الميادين. ونبقى مع محمود واثق محلل الميادين للشؤون التركية والأفغانية. نرحب بك محمود، ونسأل في البداية في تطورات الساعات الأخيرة، كان هناك غارات لطائرات أمريكية على مواقع لطالبان انطلقت من قواعد في قطر، كيف نفهم هذا التطور بعد الموقف الأمريكي طبعا من انسحاب الأمريكي، وأيضا كيف نفهم الموقف القطري على اعتبار أن قطر كانت راعية للمفاوضات ما بين الحكومة الأفغانية وطالبان؟
يعني هو تناقض قطري وتناقض أمريكي في نفس الوقت فيما يتعلق بالملف الأفغاني. قطر التي رعت الاتفاق السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، الاتفاق الذي مهد وسهل الانتخاب الأمريكي من أفغانستان، الآن وحسب كل المعلومات وحتى مصادر أمنية أفغانية تتحدث من أن الغارات الجوية التي تتعرض لها مواقع طالبان في ضواحي مدينة قندهار وهلمند في جنوب أفغانستان وحتى في ولاية هيرات، هذه الغارات تنطلق من القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر. في نفس الوقت هناك مكتب سياسي لحركة طالبان في قطر. وأيضا من المفارقة العجيب أيضا أن المصادر في الحكومة الأفغانية تتحدث من أن هناك تدريب للقوات الأفغانية الخاصة في القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر أيضا. في الموقف الأمريكي أيضا هناك تناقض، هي تدعو إلى الحوار وإلى تسوية سياسية للنزاع، في نفس الوقت تقول أنها خرجت من أفغانستان وأكملت الانتخاب العسكري أكثر من 95%، لكن الغارات الآن تتواصل على مواقع حركة طالبان التي تقول بأن هذه الغارات خرق واضح للاتفاق السياسي مع واشنطن. واشنطن التي تقول بأن الاتفاق كان ينص على عدم مهاجمة المدن الرئيسية في أفغانستان. إذن كل طرف هنا يقول بأن الطرف الآخر هو الذي خرق الاتفاق، لكن يبدو أن هذه الحرب وكما يؤكد أكثر من مسؤول أفغاني هي ليست حرب أفغانية، وإنما هي حرب تتداخل فيها دول إقليمية وشبكات استخبارات تابعة للدول الأجنبية، وبالتالي لكن المسرح والميدان هو أفغانستان. طيب قاسم عز الدين محلل ميادين للشؤون السياسية، ما الذي خلفته وراءها واشنطن في أفغانستان؟ يعني خلفت بلدا ممزقا مدمرا كما خلفت في كل الحروب التي خاضتها بعد الحرب العالمية الثانية. أمريكا لم تكسب حرب منذ الحرب العالمية الثانية، لا في كوريا ولا في فيتنام ولا في العراق ولا في أفغانستان، ومن الأكيد أنها لم تكسب الحرب في الشرق الأوسط ككل وخاصة في سوريا وهي تعرف ذلك. لكن أمريكا تذهب للاحتلال، تذهب لاحتلال أفغانستان، لاحتلال العراق، وحتى عندما ذهبت إلى سوريا كانت تخطط لاحتلال سوريا. الصراع ضد أمريكا يهزمها في كل المجالات العسكرية التي تخوضها بناء على التاريخ، لكنها هي نظرا لقوتها بما يسمى المجتمع الدولي استطاعت أن تخط سياسات أكثر تخريبا، هي سياسات مكافحة الإرهاب، ولا زالت هذه السياسات تخرب ما تستطيع من كل الدول التي تريد تخريبها أمريكا. نعم. طيب محمود باثق، أعود إليك بالسؤال. البعض رأى في كلام الرئيس الأفغاني لهجة تصعيدية، وبالتالي هل هو إذن أو إعلان عن فشل مسار المفاوضات وخطة أمنية؟ تحدث عن خطة أمنية، ما هي هذه الخطة التي تحدث عنها وأي إجماع حولها؟ وأيضا أنت تحدثت منذ قليل محمود عن أصابع استخبارات، كيف نفهم كل هذا؟ يعني كان واضح اليوم من خطاب الرئيس الأفغاني أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود وأنه لا أمل في الوصول إلى نتائج مرجوة من المفاوضات التي كانت ولا تزال وبشكل متقطع جارية بين الوفدين، وفد الحكومي ووفد حركة طالبان في الدوحة. اللهجة التصعيدية التي أطلقها اليوم الرئيس الأفغاني حمل حركة طالبان تبعات الحرب وتداعياتها، وقال بأن الجانب الأفغاني قدم التنازلات، وهنا ربما كان يشير إلى إطلاق سراح أكثر من 5000 سجين لمقاتلي طالبان من المعتقلات الأفغانية، وتحت ضغوط دولية تحديدا الضغط الذي مارسه الممثل المبعوث الأمريكي لعملية السلام زلمي خليلزاد لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين من السجون والذين عادوا وفق الرواية الحكومية إلى جبهات القتال. 6 أشهر هي
ستكون كافية لتغيير المعادلة الأمنية في أفغانستان، هكذا يقول الرئيس الأفغاني، والذي يؤكد أو أشار إلى أنه يجب تغيير الوضع الميداني حتى تقبل طالبان الجلوس إلى طاولة المفاوضات. نحن نعلم أن طالبان أحرزت تقدم واضح خلال الفترة الأخيرة وسيطرت على أهم المعابر التجارية، وبالتالي لا ترى ضرورة في الجلوس إلى الحوار وطاولة المفاوضات. هي الآن تسيطر على أكثر من 50% ربما من الأراضي الأفغانية عمليا، وبالتالي تجد نفسها بأنها انتصرت في هذه الحرب ولا تجد ضرورة للحوار. هنا يقول الرئيس الأفغاني بأنه يجب تغيير هذه المعادلة حتى تضطر طالبان للمفاوضات البناءة. نعم، إذا تتسارع خطوات التطبيع بين السلطات السعودية وإسرائيل على كافة المستويات، وآخرها ما كشفته صحيفة إسرائيل هيوم عن نية إسرائيل والسعودية إطلاق مشروع مشترك يعرف باسم رامان الكابل الأزرق الذي يصل بينهما. هذا التقرير لخالد الخليل. Normalizing Israel's status within the region would bring tremendous benefit to the region as a whole. It would be extremely helpful both economically but also socially and from a security perspective. تصفية القضية الفلسطينية مشروع حلموا به يوما وطبعوا لأجله، وككرة الثلج وعلى مسار هذا التطبيع المخزي تواصل السعودية تثبيت علاقتها وتوطيدها اقتصاديا. يكاد لا يمر علينا يوم من دون أن نسمع خبرا في إطار تعزيز هذه الصفقات التي لا تصب إلا في مصلحة الكيان الصهيوني، وهو يتوهم أن هذه الصفقات من الممكن أن تعزز وجوده وتدحض حدمية زواله. وجديد هذا التوهم السعودي الإسرائيلي ما جرى الكشف عنه، وهو عبارة عن مشروع يربط إسرائيل بالسعودية. صحيفة إسرائيل هيوم قالت إنه من المرتقب أن توقع إسرائيل وممثلون عن شركة جوجل إطلاق مشروع كابلات الذي سيمر من إسرائيل ويتجه إلى السعودية ثم إلى سلطنة عمان والهند. وأوضحت إن المشروع يسمى مشروع رامان الكابل الأزرق، وهو عبارة عن ألياف ضوئية تحت الماء، ومن المتوقع أن يستمر مد الكابل 3 أعوام كجزء من مشروع عالمي لشركة جوجل. هذه الرغبة السعودية لا تختلف كثيرا عن رغبة جارتها الإماراتية التي وفي سياق متصل اختيرت شركة تال للطيران السياحية الإسرائيلية ممثلة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي الإماراتية في إسرائيل. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، الشركة ستعمل على تطوير السياحة من إسرائيل إلى دبي وتوسيعها. وسبق هذه الخطوة توقيع شركة أبيكس الإماراتية اتفاقا مع مجموعة تيرا الإسرائيلية للتعاون في مجال الأبحاث لمكافحة فيروس كورونا. اتفاقيات تمثل طعنة في ظهر القضية الفلسطينية، رغم الادعاء دائما إن كل ما تفعله دول التطبيع إنما يأتي من باب الحرص على فلسطين وعلى حقوق الفلسطينيين. من جديد معك قاسم عز الدين، محلل ميادين للشؤون السياسية والإقليمية. هذا المشروع، مشروع الكابل الأزرق، يعطي لإسرائيل موقع صلة الوصل ما بين أوروبا وآسيا، تحديدا آسيا أو شرق آسيا. أي دلالات لدخول السعودية على خط هذا المشروع، وأيضا أي دلالات لهذا التطبيع الجيوسياسي أيضا؟ يعني هو نفس الأسرلة التي قامت بها الإمارات مع إسرائيل، لكن مع السعودية على مستوى أكبر، على مستوى أوسع. الإمارات تلعب بمقدار حجمها أسرلة يومية كما نراها يعني بالاتفاقات المباشرة والتجارة إلى آخره، لكن السعودية تذهب أبعد من ذلك، تذهب باتجاه الأسرلة الاستراتيجية، والخلفية هي نفسها ما اتفاقيات إبراهام بناء على السردية التوراتية، وبحسب هذه السردية أن إسرائيل، الخرافة التي كانت تسمى الخرافة الإسرائيلية، أنها هي عقدة الدر التي تربط أوروبا بشرق آسيا، وبناء عليه السعودية وحتى شركات جوجل وميكروسوفت وغيرها هي التي تعتمد صهيونة العالم بهذا الاتجاه،
والسعودية هي شريك أساسي تدعم هذه الصهيونة وتدعم باتجاه أن تكون إسرائيل حجر الزاوية بين آسيا الشرقية أو شرق آسيا وبين أوروبا، وأن يكون للسعودية ضلع في هذه الصهيونة العالمية التي تخطط لأن يكون القرن 21 أو على الأقل الربع الأول من القرن 21 هو قرن صهيوني بامتياز. طيب ناصر اللحام أيضا ضمن مسار التطبيع، وحضرتك محلل ميادين الشؤون الفلسطينية والإقليمية إنما بأشكال أخرى، مسار التطبيع ضمن عدة أشكال، لاعب المغربي أشرف حكيمي ومقام به، كيف هي انطباعات الفلسطينيين تجاه هذه الخطوة منها؟ أولا هذه صفقات مجانية لتمكين إسرائيل من العالم العربي. لم نسمع أي عاصمة عربية تطبع أو تحاول أن تطبع طلبت أي شيء حتى لو كان لها أو لحكامها، هي قضايا مجانية، وهذا ما يثير ملفات فساد في الموضوع. اثنين، من يسمع هذا المشروع يعتقد بأنه الأمور ذاهبة باتجاه تطوير شعوب المنطقة. في الحقيقة فلسطين كان فيها سكة حديد تربط الحجاز الذي أوقفها ودمرها واحتلها إسرائيل، والمطارات والموانئ التي كانت موجودة تعمل على مستوى العالم احتلتها إسرائيل واخذتها كما هي. من يقدم هذا المشروع باعتبار أنه مفيد لشعوب المنطقة أعتقد أنه متأخر أو فاقد الوعي منذ 100 عام. اثنين، هذه المشاريع الاقتصادية لا يمكن أن تجاز إلا بأوامر من المخابرات، والمخابرات لا يمكن إذا طلب أحد من إسرائيل. هل تعلمي دينا إذا طلب إسرائيلي من إسرائيلي شيء لا يعطيه إلا بثمن، حتى لو طلب حزب إسرائيلي من حزب إسرائيلي آخر أي شيء لا يعطيه إلا بثمن. ما هذه الاستباحة؟ ما هذا الاستسلام الكامل من جانب العواصم العربية؟ ما هذا الفجور في عملية تقديم الأشياء للشعوب العربية؟ إسرائيل كما قلنا من قبل تخشى الانهيار في أي لحظة، لذلك تقوم بعض شيء ممكن أن تعضه في العالم العربي بما فيها السعودية وكابلها الأزرق. طيب قاسم عز الدين، أعود إليك بالسؤال. الكابل الأزرق الذي يعني نتحدث عنه هو مشروع يعني من الممكن أن يقود إلى تطوير إسرائيل على المستوى الرقمي ويربط إسرائيل على المستوى الرقمي بين مع العالم، وبالتالي لماذا تدعم شركة جوجل إسرائيل من خلال هذا المشروع؟ يعني أولا ملاحظة أن لا أرى أنه لا الإمارات ولا السعودية تطبع أو تخوض الأسرلة لأسباب خاصة بها، هي تحاول أن تكون طيعة بيد الولايات المتحدة الأمريكية عبر إسرائيل، ولذلك تدخل في كل هذه المشاريع الأسرلة حتى لو كانت هذه الأسرلة ستقضي على المنطقة وعلى القضية الفلسطينية. الموضوع الأساس أن الدول الغربية التي أنشأت إسرائيل كانت تدعمها من دولة إلى دولة بالسلاح وبالإيديولوجيا وبالسياسة وبالثقافة وبكل ما يمكن. الآن الشركات المتعدية الجنسية وعلى رأسها جوجل، مايكروسوفت، كل الباقي، وأيضا المشاريع الاقتصادية التي تتحدث عنها السعودية، خطة 2030 وما بعدها، والتي تتحدث عنها الإمارات، هذه الشركات المتعددة الجنسية هي صهيونية. أعطيك مثل بالنسبة لجوجل، الصراع على أشده بين المجمع الصهيوني داخل جوجل المسمى جويجلرز واليهود الشتات الذين انتفضوا ضد جوجل لأنها هي التي تروج للصهيونية ولإسرائيل، ولم يستطيعوا رغم أنهم يهود لم يستطيعوا أن يتحملوا الجرائم اليهودية، لكن جوجل عقدت الشهر الماضي مؤتمر للابتكار DNLD مع الشركات الأخرى، واختارت استراتيجيتها من إسرائيل ليس فقط للمنطقة بل أيضا للعالم. هي تطمح أن تدفع الصهيونية إلى غزو العالم لأنها معتقداتها صهيونية، ولأن تعتقد بأنها تستفيد من هذه المعتقدات الإيديولوجية وتستفيد ماديا أيضا من هذه المعتقدات.
لكن في المقابل تتعدد مظاهر الدفاع عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. ففي الأردن تجسدت المدن والقرى الفلسطينية في لوحة جدارية مطرزة لتأكيد أحقية الفلسطيني بتراثه وأرضه. هذا التقرير للنا شاهين. الحفاظ على الهوية الفلسطينية مهمة ليست بالأمر اليسير، لكن من يملك الإرادة والإصرار لفضح كذب الاحتلال الإسرائيلي لا تقف في طريقه أي معوقات أو تحديات. هذه لوحة مصغرة عن جدارية كبيرة طرزتها نساء أردنيات وفلسطينيات لتأكيد حق الفلسطينيين في أرضهم. جدارية فلسطين المطرزة حق العودة العودة حق فعالية شعبية. الفكرة انطلقت من الدكتورة عايدة الدباس للتأكيد لموقف الشعب العربي الأردني تجاه حق عودة الشعب العربي الفلسطيني إلى فلسطين. الكيان الصهيوني حاول تاريخيا أن يسرق التراث الفلسطيني والتطريز الفلسطيني. موشي ديان عام 71 عمل مؤسسة ووضع زوجته رئيسة لهذه المؤسسة لترويج التطريز الفلسطيني أنه تطريز يهودي. وفي عام 1976 قامت شركة العال الصهيونية بإلباس مضيفات طيران الصهيونية الثوب الفلسطيني أنه ثوب إسرائيلي. بالمقابل انخرط أكثر من 1100 امرأة من القرى والمدن والبادية والمخيمات في تطريز قطع عددهم 1144 قطع. الخلاصة نتجت في جدارية مساحتها 16 متر طول بارتفاع 9 متر تضم 33 مليون قطبة. الأسماء التي طرزت باللون الأخضر معناته قائمة، بالأحمر هي مهدمة. لانا شاهين، عمان، الميادين. ناصر لحام، محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية. ننطلق من هذا التقرير، نتحدث عن الفن المقاوم بمختلف أشكاله، ربما بالدراما، بالموسيقى، بالكلمة، بالرسم، بأشكال كثيرة. ساهم هذا الفن في توثيق اللحظات الفلسطينية وتوثيق مظلومية الشعب الفلسطيني وتشكيل حالة وعي حول هذه القضية خصوصا في البلدان الغربية. وبالتالي ما هو حجم الثمن الذي دفعه هذا الفن والفنانون الملتزمون أمام هذه القضية والتزامهم بهذه القضية؟ في الحقيقة دينا السؤال فيه فخ من ناحية الثمن. الذي يطبع سيدفع الثمن أكثر من الذي ينتهج المقاومة. أنا أعرف حتى المهندس خالد رمضان الذي كان يتحدث، زرت هذه الجدارية في الأردن، هم جاهزون لدفع الثمن ويريدون التواصل مع القضية ويريدون رفع شأن فلسطين، لأن هذه بالنسبة لهم قضية على أولى القضايا التي ترفع من قيمتهم المعنوية والنضالية، وإن كان فيها خسائر مادية. صحيح بعض الفنانين يرغبون في أن يأتيهم تيكت إلى بعض عواصم التطبيع وتكريم وفنادق، وأن الذي سيلتزم بالمشروع الوطني لن يحصل على ميزات من هذا النوع، وربما لم يحصل على التقدير المالي لكنه يحصل على التقدير المعنوي. الذي ذهب إلى التطبيع أخذ فتاتا لكن دفع ثمنا استراتيجيا كبيرا. الذي تمسك بالقضايا الوطنية والقومية والقضايا الإنسانية هو الذي سيكسب في النهاية. لفت انتباهي في صفقة القرن ورد هذا، ورد حرفيا مهندسو الصهيونية الذين صاغوا صفقة القرن قالوا لقد وجدنا أن العرب يحبون الطبيخ فسنعلمهم الطبيخ، على اعتبار انه يعني الامريكان بيعرفوا يطبخوا بدهم يعلمونا الطبيخ، وسنعلمهم صناعه الحلويات الكنافه النابلسيه وغيرها والهرايس، ودخلوا في تفاصيل التفاصيل وقالوا يمكن أن لكم ان تصنعوا سيفونير عشان السواح اللي بيجوا هون على اسرائيل يشتروها. عمليه العقليه تحويل الفن الى خدمات عند الصهيونيه مشروع كبير، الرد عليه لا يكون الا بمشروع وطني وواضح
بأسماء القرى والمدن التي شاهدتيها، وهذا يضع إصبع الحقيقة في عين الصهيونية وصفقة القرن. طيب محمود واثق، اليوم نتحدث أو نسأل عن وضع الفن والفنانين بعد توسع طالبان في أفغانستان، وهل لدى طالبان أيضا مشروع تقدم نفسها من خلاله كمشروع تطميني ربما؟ يعني من المبكر الآن القول بأن هناك مشروع لدى حركة طالبان. هي الآن تخوض معارك وعمليات الكر والفر وجبهات متنقلة للقتال، وبالتالي لم تصدر طالبان حتى الآن أي مشروع سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي. الحكومة دائما تقول بأن لديها مشاريع وتطلب من طالبان أن تعلن عن مشروعها، ما هو المشروع الذي تريد تنفيذه في أفغانستان للشعب الأفغاني. لكن طالبان وخلال البيانات التي صدرت مؤخرا تحديدا بعد الاتفاق مع الجانب الأمريكي أعطت بعض التطمينات بأنها تغيرت، وأنها تحترم حقوق الأقليات وحقوق الإنسان، حقوق المرأة، لها الحق في التعليم لكن وفق الشريعة الإسلامية، وهذه الجزئية لها 100 تفسير الشريعة الإسلامية التي تريد طالبان التعامل معها وتطبيقها في مختلف المجالات. هناك البعض يشكك في أنها لم تتغير، وسلوكها في الميدان متناقض تماما مع ما تقوله. في المقابل أيضا طالبان تقول بأنها تغيرت وأنها تملك مشروعا سياسيا وأمنيا، لكن هذا سيتبين إذا ما قدر لها بالسيطرة على مقاليد الفن في العاصمة الأفغانية في كابل. طيب ناصر اللحام، إلى أي مدى كان الفن، وأشرت ربما إلى هذا الموضوع منذ قليل، كان الفن المقاوم مستهدف نظرا للدور الذي أداه ويؤديه أيضا، مستهدف من خلال مشاريع التطبيع بأي أشكال وبأي أدوات، وكيف هذا الفن أيضا في المقابل قاوم هذا المشروع؟ يتم محاربة الفن ومنع انتشاره شعبيا. في الانتفاضة كانت تكسر يد كل من يجد في بيته شريط كاسيت قديم لأغنية وطنية، وهذه حقائق مسجلة، يكسر يده أو رجله بالعصي إذا كان لديه شريط يسمع فيه الأغاني الوطنية. ثم انتقل الأمر إلى طرق أخبث من ناحية المحاربة والإفقار ومنع دعم المشاريع وإغلاق السوق عليه. ولولا القنوات ولولا المؤسسات التي تدعم هذا الفن لوجدناه يعاني أكثر وأكثر، ليصبح حتى مختبئ في الكوخ مثل الفدائيين الذين ينتظرون في الجبال. وبالمقابل تسفيه حياة الناس ونشر الرذيلة والغرائز من خلال تبني شركات تملك مئات الملايين لمواهب فجة غير ناضجة وتقديمهم للجمهور باعتبار أنهم وجبات يمكن أن تغني عن الفن الحقيقي. أعتقد المحاولة فشلت، والآن الناس تميز بين الغث والسمين، وأعتقد أن الفن الوطني الآن هو الرائج. هناك أمثلة كثيرة عن انتصار اللوحة الوطنية، الأغنية الوطنية، القصيدة الوطنية. بالعكس أعتقد أنه نحن ذاهبون إلى العصر الذهبي لفن المقاومة، وليس كما خطط صفقة القرن. بالمناسبة صفقة القرن كانت تتحدث عن الفن ومحاربته ليس فقط في فلسطين بل في الأردن وفي لبنان، وذكر ذلك نصا حرفيا، وفي سوريا وفي العراق، باعتبار أنه يريدون ليس فقط إعادة كتابة المناهج الدراسية وإنما إعادة كيفنا، يعني حتى ماذا نسمع يريدون أن يقرروا لنا ويلقوا لنا بنفايات دور الإنتاج حتى نستهلكها من دون وعي. والحمد لله أنه الأمر لم ينجح. والحمد لله أيضا ناصر، شكرا جزيلا لك ناصر اللحام، محمود واثق وقاسم عز الدين. فاصل قصير مشاهدينا، نحلل بعده قضية اليوم، ابقوا معنا. قطع الطرق في لبنان ليس بالأمر الجديد، لكنه يبدو منظما في كل مرة تتعرض فيها البلاد لحدث يرفضه هذا الشارع أو ذاك. واللافت في مواجهة حزب الله وجمهوره أن قطاع الطرق باتوا يتحركون على نحو ممنهج بتناغم مع أجندات خارجية تريد تحريك الفتنة داخل لبنان في مواقيت حساسة ترتبط بأحداث متزامنة، وكأنها سلسلة حيكت بسيناريو بينه وبين البراءة عداوة، حتى بات قطاع
طرق هؤلاء وحملة السلاح المصوب على رؤوس المدنيين أشبه بالعصابات والمجرمين. هذا التقرير يلقي الضوء. ما عاشه اللبنانيون عصر الأول من آب في خلدي ليس جديداً، فمنذ سنوات تتوسل مجموعات مختلفة التسميات قطع الطرق وترهيب المدنيين وسيلة لاستفزاز المقاومة وجرها إلى مربع اشتباك بالنار يخرج فيه سلاحها إلى الداخل اللبناني. بالتوازي مع اندلاع الصراع في سوريا، مثل أحمد الأسير ظاهرة أقلقت اللبنانيين ولم تنتهي أثارها في يومياتهم إلا بمواجهة مع الجيش اللبناني في عبرة قرب مدينة صيدا الجنوبية. آنذاك قاد الشيخ المتشدد مجموعة تحركات صوبت على سلاح المقاومة من اعتصام طويل في صيدا عاصمة الجنوب التي يعد المرور فيها أساسيا من الجنوب وإليه، إلى اشتباكات نارية تصدى الجيش اللبناني لها وانتهت باعتقال الأسير. بين زمن خلدي وزمن عبرة تمسك حزب الله بالدولة ومؤسساتها حكما بينه وبين المعتدين عليه وعلى بيئته، ولكن هذه الظواهر التي اتخذت أشكالا دموية بين هذين الزمنين لم تقتصر عليهما. محاولات الاعتداء على الحزب بالتحريض عليه لتنفيذ أجندات دول خارجية تستهدف سلاحه تكاد لا تتوقف. المحاردون في الداخل ممولون من الخارج، تصويبهم في سره وجهاره هدفه نزع سلاح حزب الله الذي حرر جنوب لبنان وحمى البلاد من التنظيمات الإرهابية عبر الحدود مع سوريا. ونبدأ مع أوغاريت دندش محللة ميادين للشؤون الإعلامية والإقليمية. أهلا بك أوغاريت. نسأل في البداية عن وصف حزب الله لما جرى وعن هؤلاء الذين يعني تورطوا بالأحداث بالأمس أو فعلوا هذه الأحداث بالأمس، وصفهم بالعصابات والقتلة وقطاع الطرق الذين يمارسون القتل العمد. شكل وحجم هذه العصابات التي تحدث عنها حزب الله، وهل أجنداتهم داخلية فقط أم لديهم ارتباطات خارجية بأجندات أيضا؟ نعم، الوصف هو وصف لما يعني الصورة العامة والصورة الشاملة ليس فقط في خلدي ولكن في مناطق مختلفة من لبنان وعلى مدى سنوات. يعني الممارسات التي تقوم بها هذه المجموعات والتي هي نفسها التي نفذت الاعتداء والكمين بالأمس يمكن أن نصفها في إطار عمل عصابات المنظم، والذي يهدف إلى أهداف ليس فقط خلق حالة فوضوية آنية جغرافيا محدودة، لكن أيضا جر المنطقة وجر لبنان إلى فتنة كبيرة وإلى فخ كبير. يعني ما حصل بالأمس هو نجاة من فخ ومن مطب فتنوي كبير جدا. الوصف لهذه العصابات بهذا الشكل لأن هذه الممارسات المستمرة إن كان بقطع طريق الجنوب المستمر، بقطع طريق دمشق الدولي، طريق الشام في منطقة البقاع، هذه الطرق الحساسة المهمة جدا خلال السنوات الماضية وبشكل مستمر. هذه الممارسات لا يمكن أن نصفها إلا في هذا الإطار. يعني إذا نظرنا إلى الصورة بشكل عام، ما الأهداف اليوم حتى في خلال السنوات التي تلت أحداث 17 من تشرين، يعني أو معرفة بالثورة في لبنان، كل هذه الأحداث ماذا كانت تخدم من الأهداف المعلنة؟ وبالتالي كانت تهدف بشكل واضح إلى خلق ردة فعل على هذا الفعل. من ردة الفعل يمكن الانطلاق منها لمهاجمة المقاومة تحديدا وجرها إلى استخدام السلاح أو إلى أي ردة فعل تعطيهم الذريعة للحديث عن هذا السلاح، وهذا يتزامن مع الهجمة الدولية التي تمارس من قبل العدو الإسرائيلي وحلفائه طبعا على سلاح المقاومة وعلى المقاومة، والتي تزيد هي مستمرة من سنوات وهي اليوم تشكل الحالة الأكبر، لا سيما في ظل هذا المد العربي التطبيعي مع العدو. وبالتالي عندما تتلاقى هذه الأهداف بهذا الشكل الواضح لا يمكن إلا أن نضع هذه التحركات في الإطار نفسه لهذه التحركات الخارجية. طيب بهية حلاوي مديرة الميادين أونلاين، كانت منصات التواصل الاجتماعي بالأمس لعب أساسي في ما حدث، وبالتالي كيف استخدمت هذه المنصات كأداة ووسيلة لبث الفتنة وبث التحريض الداخلي أيضا؟ بالنظر إلى مشغليها، هل كانت العناوين من داخل لبنان فقط أم كان هناك مواقع وعناوين خارجية؟ نعم دينا، بات أمرا واضحا اليوم أن من يفشل في تحقيق انتصارات عسكرية وميدانية يعني يلجأ إلى أساليب ناعمة للتعاطي خصوصا مع حزب الله، والتركيز على موضوع جره إلى فتنة داخلية أو التصويب على سلاحه.
بعض الشواهد السريعة مما حصل البارحة منذ اللحظة الأولى للاعتداء على علي شبلي، لاحظنا أنه على منصة تويتر تحديدا كان في تداول سريع جدا بالفيديو، ولكن مع عبارات مسيئة، مع عبارات شماتة، تحريض طائفي وتعرض للتيار الذي يمثله علي شبلي. بالتوازي كانت منصات التواصل الاجتماعي على رأس الواتساب هي المصدر، هي التي تصدر الأخبار المضللة، يعني عمليا تحولت هذه المنصات إلى أدوات لإشعال الفتنة وافتعال هذه الفتنة. كان هناك أخبار مضللة مفادة مثلا أن حزب الله بدأ بعملية توغل للوصول يعني إلى القاتل أو المجرم الذي تعرض لعلي. من بعدها كان استمر التحريض على كافة المنصات طوال نهاية الأسبوع، حتى يعني موكب التشيع أو موكب الجنازة حيث تعرضت لكمين. من بعد مباشرة جرى التداول بفيديو الكمين ويعني الشهداء على الأرض، ويعني عدم مراعاة حرمة الميت ولا مشاعر العائلة وإلى ما هنالك. بالتزامن بدأنا يعني بدأت تصلنا رسائل مسجلة فويس نوتس مفادة أن طريق الجنوب ستقطع على الجنوبيين الذين سيقصدون الضاحية الجنوبية، مع العلم أن هذه الطريق يقصدها جميع اللبنانيين، وأن الطريق أساسية يمكن الذهاب منها إلى أي منطقة في لبنان. أخيرا يعني بعض الحسابات التي حاولت افتعال هذه الموضوعات ركزت أيضا على جزئيات مرتبطة بالجيش اللبناني، وحاولت يعني إعطاء الجيش طبعة سياسية أو اصطفاف سياسي للتحريض أيضا على موضوع الجيش، علما بأن الجيش اللبناني هو يعني يبسط سلطته أو قوته على كافة على الأراضي اللبنانية كافة، وموضوع الفتنة مع الجيش أو الاشتباك مع الجيش أيضا أمر مرفوض. إذن أساليب مختلفة، نعم، أدوات مختلفة ومنصات مختلفة، ولكن الهدف الأساسي كان واضحا، الفتنة والتحريض والشماتة لجر هذا الجمهور للنزول إلى الشارع والقيام بنوع من الاقتتال الداخلي، وكان هذا الأمر مرفوض بطبيعة الحال. ربما أتحدث بالمداخلة سنتحدث الثانية، نعم، عن كيفية يعني تعامل الجهة المقابلة أو الجمهور المقابل مع هذه التحريض أو سياسة التحريض هذه. نزار عبود محلل الميادين لشؤون أمريكا والأمم المتحدة، منذ شهر تقريبا سجلت زيارة للسفيرة الأمريكية في لبنان بصحبة السفيرة الفرنسية أيضا في لبنان إلى المملكة العربية السعودية. حجم التنسيق السعودي الفرنسي الأمريكي على الوضع داخل لبنان، وأي ارتدادات أيضا لهذه الزيارة على مجرى الأحداث منذ يعني هذه الزيارة وهذا اللقاء وحتى أحداث خلدي بالأمس؟ تحية للجميع. لا شك طبعا الاتصالات الأمريكية الفرنسية السعودية لم تتوقف منذ 29 من حزيران يونيو الماضي في روما، طبعا في إيطاليا وليس في روما، في إيطاليا عقد اجتماع 20، وكان هناك اجتماع وزاري على مستوى أمريكي فرنسي سعودي للتباحث في الشأن اللبناني، وكان ذلك استثناء. طبعا قمة 20 تبحث الكثير من المسائل. بعده طبعا بعد ذلك بحوالي 9 أيام في 8 تموز يوليو الماضي توجهت السفيرة الأمريكية والسفير دوروثي شيا وآن غريو سفيرة فرنسا في إلى زيارة الرياض برفقة للاجتماع بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. وطبعا هذا الاجتماع طبعا قالت السفارة الأمريكية نفسها في بيان وزعته على موقعها بأن الغاية منه هو وضع أو وضع استراتيجية للتعامل الدبلوماسي والشأن اللبناني من أجل إجراء إصلاحات في لبنان، إعادة تشكيل حكومة في لبنان، ومنع طبعا الكثير من التدخلات في الشأن اللبناني. طبعا ليس هناك أكثر من تدخل فرنسي أمريكي سعودي في الشأن اللبناني. طبعا تحدثوا عن دعم القوات المسلحة سواء الجيش اللبناني أو الأمن الداخلي، وتحدثوا عن خطط طبعا توضع من أجل ذلك. التدخل الفرنسي الأمريكي في لبنان هو قديم، وحتى عندما كانت الولايات المتحدة تختلف مع فرنسا في مواقف مثل غزو العراق، كان هناك وجدوا أن القاسم المشترك الذي يجمعهما هو لبنان، حيث أن نذكر طبعا الاجتماع الشهير بين جاك شيراك وبين جورج بوش في نورماندي، والذي تمخض فيما لاحقا عن وضع القرار 1559 الذي دول الشأن اللبناني تماما. السعودية طبعا تتدخل بشكل واضح ودائم في لبنان
أولا بالانتخابات عن طريق ضخ الكثير من المبالغ لشراء الأصوات وتغيير نتائج الانتخابات، وهذا شيء مثبت. أيضا تدخلت عندما في كثير من المناسبات، من ضمنها فرض استقالة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الدين الحريري عندما اختطف في الرياض، ويومها الولايات المتحدة لم تتدخل. طبعا جو بايدن يقول أن المشكلة في لبنان هي حزب الله، وبالتالي نحن نستطيع أن نتكهن هنا إلى أي اجتماع من هذا النوع كيف يستهدف بشكل أساسي حزب الله. طيب أعود إليك أوغاريت دندش، واضح بأنه كان المراد من خلال أحداث خلدي بالدرجة الأولى خلق الفتنة والاقتتال الداخلي، وبالتالي كان هناك موقف نوعا ما يعني تهدوي لحزب الله بالوقوف وراء القضاء، وأيضا الاحتكام إلى المؤسسة العسكرية في ملاحقة المتورطين والمنفذين لأحداث خلدي، وبالتالي كيف ساهم هذا الموقف لحزب الله بقطع الطريق أمام أي مشروع كان يراد تنفيذه انطلاقا من خلدي؟ نعم، المشكلة في الداخل اللبناني أن الأطراف التي تحاول جر حزب الله المقاومة إلى فتنة داخلية لم تدرس مسار هذا الحزب خلال 40 عاما طويلة. يعني ردة الفعل التي حصلت بالأمس، ضبط النفس، ضبط الشارع، منع ردات الفعل الغريزية أو حتى أحيانا الطبيعية لما حصل من دم في الشارع، كل هذه الخطوات يعني هي تمثل نهجا بالنسبة لحزب الله. إذا نظرنا إلى تاريخه منذ بداية الثمانينيات، يعني مع حادثة سكنة فتح الله وصولا إلى مجزرة أيلول 93 على طريق المطار، ردات فعل الحزب كانت دائما ربما في الشارع تكون مختلفة، بمعنى أن الشارع يريد أن تحصل ردة الفعل، أن يكون هناك حالة انتقامية لهذه الأحداث، ولكن في هذه المراحل المفصلية حزب الله كان دائما يتخذ هذا الموقف الذي يضبط النفس، يضبط الشارع، وبالتالي يحاول أن يمنع الانجرار إلى فتنة كما حاولوا بالأمس. يعني إذا نظرنا إلى هذه الأحداث وهذه المحطات، نجد أن ما حصل بالأمس في خلدي هو من ضمن المسار الطبيعي لنهج الحزب في التعامل مع الأحداث الداخلية التي تستهدف تحديدا جره إلى فتنة. يعني ودائما ردة الفعل الحزب هي غير متوقعة، على الرغم من أنها يعني هي تمثل نهجا، ولكن لم يستطع الداخل اللبناني الأطراف التي تستهدف الحزب أن تفهم هذا النهج، بمعنى أنه ربما عندما حصلت مسألة 5 أيار والقرارات المتعلقة بشبكة الاتصالات كانوا يتوقعون ردة فعل مختلفة من الحزب، ولكن تلك المسألة كانت تتطلب أن تكون ردة الفعل كما كانت في الشارع، وبالتالي هو يتعامل مع الأحداث بحسب أهميتها وبحسب موقعها. ولكن الانجرار إلى فتنة في حال التمكن من تجنبه، فالحزب كان دائما خلال مسيرته الطويلة يقف في هذا الموقف تحديدا، وهو ضبط النفس. وهكذا قطع الطريق أيضا على أي مشروع فتنة. وبهية حلاوي، اليوم في تحليل البيانات والتفاعلات أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، أي دور لعبته المواقع والعناوين خارج لبنان؟ بداية دينا، يعني اللبنانيون يستخدمون منصات التواصل بشكل كبير، خاصة فيسبوك يستخدمه الجميع، انستغرام يستخدمه الشباب بشكل أساسي، ومنصة تويتر يستخدمها يعني كل من يهتم بالشأن السياسي الاجتماعي الاقتصادي حتى النخب والإعلاميين. وبطبيعة الحال من هنا يمكن أن نفهم تعويل الأطراف الخارجية أو المطامع التي يعني لديها بالتوظيف أو التدخل على منصات التواصل الاجتماعي بشكل أساسي. سأنطلق من مجموعة من التغريدات، وهي تغريدات رصدناها بالمناسبة بعد دقائق قليلة من انتشار الفيديو المتداول عشية يعني الاغتيال أو التعرض لعلي شبلي. لن أتحدث عن مضمون التغريدات دينا، ولكن سأذكر بعض الأسماء. حساب أول اسمه الوجه الحقيقي للمملكة السعودية، إبراهيم السليمان، عبد الله الطويلعي، محمد مع علم السعودية، دكتورة فهد العريفي، ايضا يعني صالحه مع علم للسعوديه، ثائر بن عايد، واسماء كثيره غيرها، عشرات بل المئات من الحسابات السعوديه التي لمجرد ان تم التداول بهذا الفيديو وكانها كانت بانتظاره وكانها تلقفت هذا الفيديو، وسرعان ما بدات اعاده نشره والتعليق عليه بعبارات الشماته، عبارات التحريض، وعبارات يعني المس او التعرض للرموز الدينيه والرموز السياسيه.
بطبيعة الحال يعني هذا الأسلوب لاحظناه، وبالتوازي أيضا كان في محاولة لتضخيم التفاعل حول هذا الموضوع عبر إقحام وسم علي شبلي مع وسوم أخرى رائجة في المملكة السعودية، وفقط لجر الناس على التفاعل حول هذه الموضوعات وإن كانت لا تمت للمواضيع بصلة. بطبيعة الحال هذا الأسلوب الذي عودنا عليه الذباب السعودي، الذباب الإلكتروني السعودي، هو دائما ما يحاول التدخل بأي شأن داخلي لبناني وجر يعني اللبنانيين والناشطين للتحدث بمواضيع فتنوية أو التعليق عليها إذا صح القول. هو دائما يهدف إلى التعرض لسلاح حزب الله ويعني التصويب عليه، الموضوع الجيش أيضا بطبيعة الحال يعني هذا نرصده دائما ليس فقط في هذه المناسبة، هو لا يوفر مناسبة إلا ويحرض على حزب الله وسلاح حزب الله بنفس الأساليب. يعني هو تحريض ممنهج إذا صح التعبير. نزار عبود، نعود إليك بالسؤال، كان هناك إشارات وأصابع اتهام توجه إلى دور أمريكي فيما حصل في خلدي من أحداث، وبالتالي أي أهمية تليها واشنطن اليوم لموقع لبنان في مشاريعها في أحلافها القديمة أيضا والجديدة؟ وننتقل أيضا من حديث بايدن في الفترة الأخيرة حينما قال بأن حزب الله يشكل تهديدا بالنسبة للأمن القومي أو على الأمن القومي الأمريكي. لبنان يحد الولايات المتحدة وإسرائيل، الولايات المتحدة موجودة بإسرائيل بالأسطول السادس في ميناء حيفا، موجودة في إسرائيل في تخزين الأسلحة ونقل الأسلحة من العراق إلى إسرائيل. هي هناك تلاحم، الولايات المتحدة تنظر لإسرائيل على أنها الولاية الأهم وليس فقط ولاية من الولايات الأمريكية، وبالتالي كل ما يجري في لبنان يؤثر على إسرائيل، يؤثر على الولايات المتحدة، وتتعاطى معه الولايات المتحدة بنفس العداء. تاريخيا طبعا نذكر ان هناك محطات كثيره تدخلت فيها الولايات المتحده في لبنان، ارادت وضع لبنان داخل حلف بغداد في الخمسينيات، وقامت ثوره عام 58 في لبنان، وطرد الاسطول السادس من ميناء بيروت تحديدا عندما دخل الى هناك وحاول التدخل. الولايات المتحده تنظر الى لبنان على انه يجب ان تكون مؤثره فيه بشكل كامل. ونحن نذكر طبعا في الاجتياح عام 1982 عندما اجتاحت اسرائيل بيروت، تدخلت الولايات المتحده وبعثت اسطولها وقصفت الجبل، قصفت نيوجيرسي المدمره الكبيره، قصفت الجبل. ولا ننسى التعاون السعودي الامريكي في تفجير بير العبد في عام 85، حيث وهذا شيء مثبت، السي اي اعترفت به والسعوديه لم تنكره، تفجير حي بكامله، تدخل طبعا دعم اطراف كثيره مناوئه، هي لا تخفي طبعا ضخ عشرة مليارات دولار للتدخل في لبنان. بالتالي بالنسبه للولايات المتحده، طيب، لبنان اذا لم يكن لها فهو عدو يجب استهدافه بكل الوسائل الممكنه. طيب اوغاريت، تحدث بالامس النائب عن كتله الوفاء المقاومه حسن فضل الله للميادين، قال ان ما جرى تحول كبير ومفصلي ولا سيكون لديه تداعيات كبيره. نحن امام اي تحول بدقيقه لو سمحتي؟ نعم، طبعا بداية يجب أن نشير إلى أنه على الرغم من أن المؤشرات أو تسلسل الأحداث يشير بشكل كبير إلى أن هذا الحدث كان هذا الاعتداء، هذا الكمين كان يراد منه جر الحزب إلى فتنة داخلية أو فتنة مذهبية، ولكن من جهة أخرى هو يريد أيضا أن يزيد الضغط بشكل كبير على المقاومة داخل جمهورها، وبالتالي يعني هذا الضغط، هذا الجمهور الذي يطالب اليوم بإنهاء مشكلة طريق الجنوب وقطعه مرارا وتكرارا، الذي اليوم لديه دم في الشارع وتم ضبطه حتى لا يكون هناك ردة فعل، كل هذه الأمور دفعت بالحزب على لسان النائب حسن فضل الله بأن يمارس على الرغم من ضبط النفس في الشارع ولكن تصعيد في الموقف وتحميل المسؤولية للجهات الرسمية. والدقيق والمهم جدا في كلام النائب حسن فضل الله أنه طالب بإنهاء المشكلة بكامل واجتثاث العصابات، وليس فقط حل بسيط فردي مع شخص معين أو مع صلحة معينة. وعن دور الجمهور المستهدف، كيف كان تعاطي الجمهور، جمهور وبيئة المقاومة بهي على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصاته بدقيقة لو سمحتي؟ يعني رغم كل التحريض الذي تحدثنا عنه، خلاصات سريعة دينا. أولا، قبل أن يصرح السياسيون في لبنان وقبل مساعي التهدئة التي شهدناها من حزب الله تحديدا، نلاحظ أنه هذا الشباب الواعي
استطاع يعني تماسك أعصابه إذا صح القول، كان في نوع من معالجة ذاتية، كان في نوع من نقاشات داخلية خاصة على منصة تويتر، ومطالبات للشباب بالتهدئة وعدم الانجرار، كان في استحضار لخطابات السيد نصر الله وحديثه عن أهمية الوعي والصبر وبعد النظر لدرء أي محاولات للعبث بأمن الوطن وغيره. أيضا النقطة الثانية مرتبطة بالشباب المعروف عنه الحماسة والاندفاع، هذا الشباب يعني استطاع أن يثبت أنه على نفس الموجة مع القيادة الحكيمة ويفهم من يحاول اصطياد المأدرة. يعني كان في درجة وعي كاملة لدى هذا الجمهور. نعم. بهية لو سمحتي، عفوا انتهى الوقت بالكامل. نزار عبود بدقيقة أيضا، هل تغيرت الأدوات والوسائل الأمريكية اليوم في لبنان؟ بالطبعا لا، هناك طبعا جيفري فلتمان تحدث مؤخرا، تحدث عن أن لبنان يحتاج دائما إلى عامل خارجي لإحداث التغيير والإصلاحات المطلوبة، وقصد ذلك بشكل واضح، قال إذا هناك تحرك جماهيري، ونحن نذكر طبعا تدخل عميد الجامعة الأمريكية في بيروت في تشرين الثاني 2019 حينما كان يوجه المتظاهرين، هو يقول أنه يجب على العامل الخارجي أن يتدخل كصاعق لتفجير الوضع في الداخل من أجل إحداث الإصلاحات المطلوبة وفقا للإرادة الأمريكية. إذا نزار عبود، أوغاريد دندش، وبهية حلاوي، شكرا جزيلا لكم، الشكر الكبير لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. التحليلية انتهت، إلى اللقاء.